بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 1، فعالية قذف القرص، المراحل الفنية، المسكة، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وقفة الاستعداد، المرحلة الثانية الثالثة المرجحة أو المرجحات الأولية بالذراعين، المرحلة الرابعة الدوران، المرحلة الخامسة وضع القوة أو وضع الرمي، المرحلة السادسة الرمي والتخلص من الأداة، المرحلة السابعة التوازن والثبات. هذه 7 مراحل نكررها: المسكة ووضع الاستعداد، المرحلة الثالثة المرجحة أو المرجحات الأولية، الدوران، وضع الرمي أو وضع القوة أو الباور بوزيشن، حركة الرمي والتخلص من الأداة، الثبات والتوازن. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 2، فعالية قذف القرص. راح نتكلم عن المرحلة الأولى، مسك الأداة. له مبادئ الخاصة، حيث يجب أن يركز القرص على آخر السلاميات والأصابع بحيث يكون مركز ثقل القرص بين السبابة والأصبع الأخير. ونظرا للثني الطفيف في الرسغ، فإن حافة القرص العليا يجب أن تلمس أسفل الذراع، وهذا يضمن من جهة الارتخاء الضروري في العضلات، ومن جهة أخرى تمنع القرص من السقوط أثناء الحركة التالية. طبعا المرحلة الثانية هي مرحلة وقفة الاستعداد، هذه المسكة تطبق سلاميات الأصابع. لا يجوز التقارب بين إصبع السبابة والوسطى، يجب أن تكون الأصابع متجهة بصورة منتظمة. خروج القرص عادة من إصبع السبابة، دورانه بالنسبة للرامي اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 3، فعالية قذف القرص. المرحلة الثالثة، قلنا المرحلة الأولى المسكة أو مسك الأداة، المرحلة الثانية وقفة الاستعداد. تعلمنا شلون نمسك القرص، هسه راح نتعلم الوقفة النظامية. اللاعب يقف معتدلا ومرتخيا عند مؤخرة الدائرة وظهره مواجه لاتجاه الرمي. تكون المسافة بين القدمين تقريبا باتساع الكتفين أو أكثر. مقدمة القدمين يشيران قليلا إلى الخارج، يعني الأمشاط قليلا تشير إلى الخارج. يكون ثقل الجسم موزع على القدمين، يعني مركز ثقل الجسم يكون بالمنتصف، ويكون الثقل موزع على القدمين، وتمتد الذراع الحامل القرص للأسفل بارتخاء بجانب الجسم، ثم تبدأ عملية المرحلة الأخرى، المرجحة أو المرجحات الأولية بالذراعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا رقم 4، فعالية قذف القرص. ودنا نتكلم على مرحلة المرجحة أو المرجحات الأولية بالذراعين. الغرض من المرجحة هو إعطاء القرص طريق ممكن واسع، حيث أن اتساع مدى الحركة مهم جدا للوصول إلى أطول طريق لسرعة القرص وحصول برم بين محور الكتف وبين محور الورك. يتوقف على وضع
الرجلين والقدمين ومرونة مفصل الحوض ومفصل الكتفين والإعداد لهذه المرحلة. ينقل اللاعب ذراع الرمي مع الأداة إلى الجانب الأيمن من الجسم بأقصى قوة ممكن. بعض التمارين الخاصة اللي تطور المرجحة بصورة جيدة، المدى الحركي مال رحيم، فعالية قف القرص مرحلة رقم 5، راح نتكلم عن المرحلة الرابعة مرحلة الدوران. الغرض من مرحلة الدوران هو زيادة سرعة القرص في أطول طريق ممكن، وفي بداية دوران تزداد السرعة تدريجيا سرعة الجسم. هاي تمارين على الدوران. يجب أن ينتقل مركز ثقل الجسم أثناء بداية الدوران من جهة من بعد ما كان بالوسط، وراها أثناء المرجحة ينتقل على اليمين، وراها ينتقل على رجل اليسار، والدوران يبدأ طبعا في مشط رجل اليسار مع انحناء موجود في الساقين وانحناء في مركز ثقل الجسم. بداية انتقال الجسم مركز ثقل الجسم على رجل اليسار يأمن دوران سريع وتوازن وبالانس عالي، توازن وبالانس عالي. إذن بداية الدوران يبدأ وسط يسار، انتقل بداية الدوران ويبدأ تشويت في رجل اليمين، الارتكاز على مشط قدم اليسار كما نلاحظ، ركبة اليسار تبدأ تفتر للخارج، في حين بقية الجسم والذراع الرامية ترجع للخلف أقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 6، فعالية قذف القرص، ودنا نتكلم عن المرحلة الرابعة مرحلة الدوران. من الأخطاء الشائعة هو بأنه نزول الرأس أثناء الدوران إلى الأسفل، ويعتبر الرأس جزء موجه بالجسم، فراح يختلف البالانس بالانس الجسم، وما راح نستطيع ندور خلال بداية الدوران اللي قلنا ننقل مركز ثقل الجسم على رجل يسار كما نلاحظ، والدوران يصير من بداية مشط رجل يسار من المشط، لأنه كل ما نقلل من مساحة التماس مع الأرض كل ما يسهل عملية الدوران. فهاي بعض الأخطاء الشائعة اللي تصير عند طلابنا الأعزاء، هو ما ينقل مركز ثقله باتجاه اليسار، وإضافة إلى نزول الرأس للخلف، نزول يسبب خروج الجسم من المحور الطولي. هالحالة المفروض دوران يصير بهالحالة اتجاه مركز ثقل، والنظر راح يصير للأمام مثل ما قلنا باعتبار الرأس الجزء الموجه بالجسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 7، فعالية قذف القرص، وبعدنا بالمرحلة الرابعة المهمة الدوران، اللي أكدنا بأنه اتجاه الرأس واتجاه النظر يكون للأمام، ونقل مركز ثقل الجسم من جهة اليمين بعد ما كان بالوسط إلى رجل اليسار، والدوران راح يصير يبدي من بداية مشط رجل اليسار وانتقال مركز ثقل الجسم على رجل يسار، بعد ذلك نبدأ تشويت رجل يمين بصورة مستقيمة ممدودة، رجل يمين تشوت بصورة مستقيمة إلى مركز الدائرة، مركز دائرة الرمي اللي هي قطرها 1.50 متر. وراها مباشرة تبدي تنزل رجل يسار بصورة سريعة وخاطفة تلامس الأرض. إذا تأخرت رجل يسار بالنزول ما راح يصير برم، راح يتقدم الجذع للأمام، وما راح يصير فتل أو برم بين محور الكتف ومحور
ورك، واحنا كل ما يصير البرم زايد كل ما مجال الحركه اوسع، بالنتيجه المسافه تصير ابعد باعتبار دفع القوه يساوي القوه في الزمن. كل ما طولنا من زمن نتيجه رجوع البرم اللي يصير بين محور الكتف ومحور الورك كل ما. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضره رقم 8 فعاليه خلف الفرس. نتكلم على مرحله مهمه، مرحله الدوران. ايقاع هذه المرحله يجب ان يكون من الابطأ الى الاسرع، من الابطأ الى الاسرع. هذا تعلم مرحله الدوران وتعلم ايقاع هذه المرحله. لو نلاحظ هنا المدرب دا يعلمهم حسب الصفقه، تسارع الصفقه والايقاع اللي هو يصير كما نلاحظ. هذا التسارع مهم كلش، لانه احنا قلنا فائده الدوران هو الحصول على تعجيل زايد، تعجيل سريع. لا يجوز البدايه تكون سريعه والنهايه تكون بطيئه، يجب ان يكون تسارع، وهاي الشغله كلش مهمه. وايقاع ورذم الخطوات الثلاث كما نلاحظ يجب ان يكون في ذهن اللاعب او الشخص الذي يريد يتدرب فعالية رمي القرص. قبل ما ننتقل الى وضع مهم كلش واهم الاوضاع، وضعية الباور بوزيشن او وضع القوة او رمي من الثبات اللي هو نبدي به اصلا بتعلم، يجب ان نتعلم ايقاع. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 9 فعالية خذف القرص. وصلنا المرحلة الخامسة، وضع القوة او وضع الرمي كما يسمى، اللي هاي المرحلة هي اصلا نبدي احنا ان نعلم الطالب كيفية الرمي، اللي هاي المرحلة تعتبر مرحلة مهمة، شكل من 60 إلى 70% من مستوى الإنجاز. مرحلة الباور بوزيشن، وضع القوة أو وضع الرمي كما نسميه أو الرمي وضع الثبات، مرحلة قلنا كلش مهمة. كما نلاحظ بعد مرحلة الدوران راح تجينا هاي المرحلة الخامسة، ارتكاز الرامي راح يكون على قدم اليمين، دوران يكون على المحور الطولي للجسم، ذراع اليمين تكون متأخرة للخلف وتبدي الحركة من الأسفل من قدم اليمين، دوران ركبة اليمين ثم الورك ثم الكتف ثم الكف وخروج القرص من كف اليد، قلنا من اصبع السبابه، ودورانه يكون بالنسبه للرامي اليمناوي مع اتجاه عقرب الساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضره رقم 10 فعاليه قذف القرص. وصلنا المراحل الاخيره بعد ما قلنا المسكه المرحله الاولى، وقفه الاستعداد المرحله الثانيه، المرجحه او المرجحات الاوليه، الدوران المرحلة الرابعة، وضع الرمي المرحلة الخامسة، راح تجينا المرحلة السادسة حركة الرمي والتخلص من الأداة، وراح ندمج وياها مرحلة التوازن والثبات اللي تصير بنهاية المراحل اللي عددناها. هاي هسه مثل ما نشوف الرمي والتخلص من الأداة المرحلة الأخيرة، ومرحلة الثبات والتوازن المود ليخرج الرامي. هاي طبعا دائرة الرمي قطرها 2.50 متر، زاوية الخطوط البيض الموجودة، زاوية قطاع الرمي 34 إلى 92 درجة. نعم، خلال هاي المحاضرات أكملنا المراحل الفنية الخاصة ووصف هذه المراحل الفنية الخاصة في فعالية قذف القرص. هذني بطلات العالم طبعا، مستويات عالية جدا. في المحاضرة القادمة راح نبدي بعض القياسات والقواعد القانونية، طبعا الدخول بالدائرة من أي مكان، الخروج من النصف الخلفي
بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 11، فعالية قذف القروص. بعض القياسات الخاصة بميدان فعالية قذف القروص. الدائرة، دائرة الرمي طبعا، قطرها 2.50 متر، هذا نصف القطر 1.25 متر. يوجد خطين جانبية، كل خط 75 سنتيم 75 سنتيم أثناء أداء محاولة الرمي. وبعد ما أن يلامس القرص الأرض يستطيع اللاعب الخروج من النصف البعيد من دائرة قطاع الرمي. هذا النصف، هاي الخطين 75 تقريبا تقسم الدائرة بالنص. هذا النصف حتى إذا داس الخط اعتبر محاولة فاشلة، لازم يتجاوز الخطوط 75 يتجاوزها. أكو زاوية تسمى زاوية قطاع الرمي، تقاس من مركز الدائرة. هذه الزاوية هي 34.92 درجة. أثناء سقوط القرص لازم يسقط 100% يلامس الأرض، 100% يلامس الأرض. إذا لامس الحافة الداخلية زاوية قطع الرمي تعتبر محاولة فاشلة. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة الأخيرة، فعالية قذف القروص، محاضرة رقم 12. أريد أوضح في موضوع معين. توجد شبكة تحيط الرامي، هذه الشبكة توضع، هذه الشبكة توضع للحماية، لأنه احتمال تصير رمية من الرميات تخرج باتجاه الجمهور. قياسات الشبكة حاليا غير مطلوبة من عندكم، ما اريد ان نعقد الموضوع. اخذنا فقط قياسات بالمحاضرة قبل قياسات الدائرة. طبعا مثل ما قلنا القانون وقت المحاولة 60 ثانية. اذا كان عدد المتسابقين بالنسبة للألعاب الفردية عدد المتسابقين أزيد من 8، يطوهم 3 محاولات، يستخرجون أحسن 8 متسابقين يطوهم محاولات إضافية. أما بالنسبة للألعاب المركبة مثل العشرية والسباعية يمنحون فقط 3 محاولات.